تقول السائلة: ما رأيكم في انتشار ظاهرة تفسير الرؤى وعرض ذلك على الهواء مباشرة في التلفاز وغير ذلك؟ هذا لا يجوز، لأنه يحدث عند الناس شكوك ووساوس، وتأويل الرؤيا ما هو بيقيني، إنما هو توقع من المعبر، وليس هو أمر مستيقن، فكيف يعلنه على الناس؟ لا يصلح هذا، لا سيما وإن بعضهم اتخذه حرفة يأخذ عليه فلوس، أو يعلنه للناس في الصحافة أو في الجرائد أو في التلفزيون أو في الراديو، يعلن هذا للناس يطلب الشهرة عند الناس في هذا العمل. على كل حال، هذا عمل غير لائق ولا ينبغي. لكن إذا جاك شخص وقال: أنا رأيت كذا، وأنت تستطيع تعبرها له، عبرها له بينك وبينه. أما إعلان هذا للناس فهذا أمر غير لائق. نعم.